السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم واحد الموديل اخر، يلا زدته في المحل عندي. يمكن شفتوه في شي فيديو من الفيديوهات، حطيت فيه غير بياسه واحده، وبزاف البنات قالوا ورينا الطريقه كيفاش كتخدميه والطريقه كيفاش كتلصقي ديك الرشمه اللي تندير. وغنوريكم حتى الكوله اللي كنخدم بها. المهم البنات اللي بغاو يشوفوا الكوله وسميتها او مع الفيديو، غنوريكم الكوله اللي كنخدم وبزاف الحوايج غنجاوب عليهم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. المهم اول حاجه غنخدموا ثاني بهاد السفيفه اللي فيها لي زيستراس، كما خلاو البنات في التعاليق قالوا لي سميها السفيفه ديال الفشوش حيت كتخدم بشويه. المهم غادي نبداو ان شاء الله. وكما كتشوفوا اليوم مقادين الضفيرات واليدين، قولوا علاش، يلا قولوا في التعاليق علاش شكون اللي قلعات. المهم البنات كملت التصوير ديال الجلالب اللي قلت لكم وجدت العيد، ودرنا الشوتينغ ديالنا يعني جلسه تصويريه ديال دوك الجلالبات. ونهار السبت ان شاء الله الا بغى الله غادي نحط لكم التصاور في الانستغرام. صافي غادي تبدا ديك الصفحه اللي ديال حنان بريستيج. البنات اللي باقيين ما دخلوش دخلوا الانستغرام، كتبوا حنان نقطه بريستيج بالفرنسي وغطلع لكم لاباج. المهم هي هذيك، تابوناو فيها ما تنساوش باش اول تصاور نحطهم تكونوا نتوما الاولين اللي غتشوفوهم ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لي رايكم في الجلبات ديالي، كما قلت لكم التصاميم ديالي الالوان ديالي كنختار كلشي راسي. بغيت ندير كوليكسيون ديال الجلبات ديال الخريف، هي اللي غنحط لكم ان شاء الله، وغتكون كوليكسيون اخرى ديال فصل الشتاء ان شاء الله قريبا الا بغى الله. المهم دابا ندوزو باش نكملوا القنيطره ديالنا. اول حاجه كنطوي بحال هكا سنتيم، كنطوي سنتيم لتحت وكنبدا نحط نيشان على هاد السفيفه. كما شفتوا هنا الفوق راني دايره واحد الخيط في البيج، ها هو الا بان لكم اللون في البيج في اللون ديال هاد السفيفه ديال الصم. ما بغيتش ندير السبيب كيكمشها، كما قلت لكم راه الفيديو كله نصائح مع التعليم، كنعطيكم النصائح اللي غيخليوكم تكونوا ناجحين في الخياطه والخدمه ديالكم. درت خيط بيج، ما درتش السبيب. السبيب كيخلي بحال الخدمه تجي شويه مكمشه، بحال شي حاجه بحال هكا، المهم تجي الخدمه مكمشه شويه. ورخفوا الطونسيو، دائما رخفوا بالاخص في هاد التواب الغلاض اللي داخلين دابا، المبرة وكلشي. ورخفوا الصباط حتى هو شويه باش يطلع الفوق، ها ملي كيترخف الصباط من هاد الفوقانيه. كما قلت لكم حاولوا تتفاداو السبيب والخدمه بالسبيب، ديروا دائما يا اما اللون اللون في اللون، ولا ديروا بحال هكا كما درت انا. بحال هذه باج، انا دايره الباج وتحت دايره الكرونه في الكامير، دايره اللون كرونه. كما شفتوا هذا راني تنخدم بشويه مكسيريتش حيت كما قلت لكم فيه لي ديستراس. هاد الموديل زوين البنات، يجي غزال غزال في اللبسه، كيجي واع. ديك المره خدمت ليكم عرف الصومو بوحدها ما فيهاش ديك الطريزه، ودابا زدت معاه ديك الطريزه عطاتو واحد اللمسه خطيره. غادي تكملي ان شاء الله وغتشوفوها كامله. هنا كما كنقول لكم دائما تنطراسي المنتصف، ها هو طراسيتو قبل ما نبدا معاكم، ها هو كيبان ليكم طراسي هنا بالزرق طراسيتو. صافي باش نمشي نيشان خلاص. ضروري تراسيو هاد الاولى، الا ما طراسيتوش ما غتمشيش لكم الخدمه في المنتصف. صافي دابا من وصلت هنا غادي ندير هاد الدوره هادي اللي كنقول لكم دائما ديروا بحال هكا باش الدور ليكم مقاد، حتى تقادو هنا المثلث ديالكم. عاد تخدم وتشوفوا واش في المنتصف ولا لا. صافي دابا هنا من كنوصل للجهه اللي فيها الغوض اولا الجهه اللي فيها شي صعوبه، كما تنقول لكم كملوا بيديكم. بحال اللي جات واحد الدريه في التعليق قالت لي كنوصل هنا كيتقطع لي الخيط بحال كتشد ليها الماكينه كتشد ليها الثوب، قلت ليها عاوني بيدك ودوري بحال هكا بيدك، ندور هنا هاد العجله ديال الماكينه ندور بيديا باش نعاون بين ما تفوت ديك البلاصه اللي فيها الغوض اولا اللي كتكون معاك كشف الخياطه. صافي ونرجع هنا عادي. هنا السفيفه نحاول نغلبها شويه فوق الاخرى باش ما تخلي باش ما يدير لكم يبانش داك الفراغ بيناتهم ما بين السفيفه والسفيفه.
صافي هنا ثاني دخلت هنا غادي نطلع حتى الفوق ونطوي وندور ثاني نكمل الدوره ديالي. المهم البنات هذه المبره، هذه مبره اش كيقول لها مبره تراكس، هذه هي اللي تيقول لها تراكس كتكون سامبل. بالنسبه للفصاله راه بحال بحال الفصاله ديال الاخرين اللي درنا من قبل. والغندوره كتخدم بجوج ونص حتى لثلاثة متر ديال الثوب. كما شفتو كنخدم بشويه لان الصباط غادي ليا، هذا رجل غادا فوق الحجر وهذا رجل غادا فوق السفيفانيشن. المهم دابا حبست مع كان الاذان هنا صافي، دوزنا البرومي اللي شفتوني درت وعاود ثاني عاد طيحت الجنب الاخر تاهو باش ما يبقاش هكا طالع. صافي كملتو، غندوز دابا باش نخدم كم واحد، غنوريكم تاهو الطريقه كيفاش نخدم. ولي كنقول لكم دائما حاولوا ما تقلبوش السورجي للجهه الاخرى، ديما السورجي ديروه هنا الفوق. هاد السفيفه مع شويه مع الكشه غادي نحاول ندوز لوغني هو الاول ها باش طيح ليا الجنب قاطه. اما كنخدم دائما كما كتشوفوا كنخدم دائما نيشان. المهم دابا كما شفتوا غادي كما قلت لكم ندوز الاولى بحال هكا. شكون البنات فيكم اللي لقات مشكل مع المبره تقولها ليا، اللي ما بغاتش تخدم لها في الماكينه ولا شي حاجه تقول لي شنو المشاكل اللي لقات في المبره ملي دخلات. المهم دابا غادي نكمل كما قلت لكم الكم هنايا على حتى هو نفس الطريقه ديال الخدمه. بالنسبه للبنات اللي سولوني على هاد السفيفه قلت لكم عير جابها لي واحد السيد من درب عمر، عير لقاهم ما كاينينش ديما، ما عرفتش واش غتلقاهم ولا لا. انا بعدا عمرني ما شفتهم تمايا وما كاينينش حتى هنا حدانا. هاد السفيفه ديال الصم اللي فيها الحجر في الوسط، ولا صوريها وريها المول المحل اللي كتقضي عنده شوفي واش يقدر يجيبها لك. صافي غنخدم بحال هكا ونفس الطريقه غنديرها لكم الاخر. ودابا غندوزو للمونتاج باش تخدموا، غنعاود بعدا الثانيه بحال هكا. شفتو المقص ما كيبغيش يتقطع هنا، بقى على البراد دوز. نعاود دابا الجهه الثانيه، ضروري تعاودوا الثانيه باش تفيكسه. هما هادشي انا كنعاود نشرحها بالنسبه للمبتدئات، اما اللي تبارك الله خياطه راه صافي نقزوا هاد المرحله. صافي دابا كملتو، غندوز دابا باش نمونطيه في الكندوره وتشوفوا كيفاش. وكما قلت لكم ريقولوا الماكينه راه البياسه خاصها تجي طايحه من الماكينه بلا مصلوح بلا والو. كما كتشوفوا هنايا كيفاش طايحه، انتما ما مجبداها ما حتى شي حاجه، انتما راه شاده ما مجبداها ما والو، الخياطه من هنا عادي خاصها تجي طايحه من الاول بلا مصلوح. دابا غادي نبدا في المونتاج ديالها. اول حاجه غادي ناخد الكتف، شوفوا كيفاش كتبرم. غادي ناخد الكتف بحال هكا، نلاقي الكتف ديال الظهر مع ديال الامام، ندير واحد العريط من هنا. خاصني بعدا نبدل الخيط، صافي سالينا من الصم يعني غنحيد الخيط باج وندير خيط كرون. المهم هنا دابا كما قلت لكم الكتف مع الكتف، وبدلت دابا الخيط لان بزاف السؤالات كيجيوني على ما بغيتش انا نخدم بالسبيب اشنو ندير، ولا مثلا ما عنديش اللون ديال الخيط اشنو ندير. انا دابا كنخدم وكنعطيكم حتى لي زاستيس اللي كنخدم بهم انا باش هكا تستافدوا منهم، خصوصا المبتدئات يعني كيكونوا تالفين في الاول كتكوني حايره ما كتعرفيش اش كيفاش غتخدمي ولا الطريقه كيفاش غتعاملي. المهم انا كنخلي واحد سنتيم خارج باش تما غادي نلصق فيه الدوبلور ديال الظهر. هنا عارفه السفيفه فيها الحجر غادي ندور غير بيديا تنفوت هاد البلاصه كما شفتوا
عمي كتجي في الحجره البرقع ما كتهبط حتى هو حتى الخيط تقطع، يعني ما خصهاش تجي في ديك فديك العقيقه. عسير بدا يظلم الحال صافي، بدا بحال الجو مغيم بدا كيظلم عندي المحل هنا، خصني ندير البوله ديال الماكينه ديك البوله اللي كتكون هنا. دابا غنخدم الدوبلور ديال الظهر، صافي دابا نقطع هادو من هنا ونفيني هادي تا هي حيت صافي ركبتهم. دابا غندوز للدوبلور ديال الظهر نركبو، شوفوا الطريقه باش يجيكم فيني، حاولوا ما تخدموش بالجهه الاخرى، خدموا بحال هكا، حطي الدوفا خلي الدوفا هي اللي كتشوف هكا الفوق الامام، يعني الامام ديال الصدر يكون هو اللي تيشوف الفوق بحال هكا، ونحط هنايا نجي هنا ونحط بحال هكا الظهر، نحط هذا حتى هو صافي ونخدم. منين نجي نخدم نخدم فوق الخياطه اللي درت ديال الكتف باش ما تجينيش كل خياطه فوق، خاص الخياطه تمشيو قد قد وحده فوق وحده. كما قلت لكم نوصل ثاني هنايا، شو هاد القنيدرات هادو شحال ديال التمارة فيهم؟ بالنسبة اللي كيسولو على التمام كنخدمهم بتلتالاف وستمية طالعة كاملة توبو خياطة. بزاف البنات بغاو الأثمنة في الفيديو اللي قبل ما حطيتش التمام، حيت الصراحة التمام نتوما تتبغيو، بعض المرات كيجيني انتقادات على التمام، ها اللي كيقول لي طيحتي، ها اللي تيقول لي غليتي، على حساب بعض المرات كيدخلو شي خياطات كيقول لا طيحتي علينا التمام. يعني كل واحد تيخدم على حساب السلعه كيفاش تقداها، وعلى حساب واش واخد ثوب رولوات ولا واخدهم للمترو، كل واحد كيدير الثمن على حساب التماره اللي ضرب فيها وداكشي. كما شفتوا هذه خدمتها ثقيله بزاف، هذه راه ما تستاهلش شي 3600 وقليله في حق هذه القندوره اللي كنخدم بحال هكا بيديه كما تتشوف. وعاد باش ديك الرشمه اللي قلت لكم غنركب ليها حتى هي تتركب باليد، حتى هي بالبره والخيط، كنديرها بالكوله وكنعاودها بالبره والخيط. هنا غادي نكراني انا وخاكك ما كنبغيش نغلي بزاف، كندير اثمنه رمزيه، وحتى في الجليبات اللي غتشوفوا ان شاء الله حتى هما ثمن زوين. اللي بغات تلبس الجليبات ديال حنان بريستيج مرحبا بكم كاملين. كما قلت لكم مره اخرى بالنسبه اللي يلا دخلت القناه اول مره، ما تنساوش البنات تدخلوا الانستغرام حيت هو اللي غادي نبدا نحط فيه بزاف، اما بالنسبه ليوتيوب غير مره مره غادي نحط لكم شي فيديو فيه جليبات ديالي، اما في انستغرام فغيكون تقريبا يوميا غادي نحط لكم موديلات جداد. صافي هنا غادي نحيد بحال هكا، المهم كما قلت لكم يوم السبت ان شاء الله غنحط في الانستغرام، اما بالنسبه ليوتيوب ما عرفش امتى بالضبط، غادي نحط لكم باش تشوفوا الجليل باس كيجاو. صافي دابا غندوز هنا باش نطيح الدوبلور ديالي. كما قلت لكم البنات المبره شويه صعيبه في خدمتها، غير حاولوا معاها. دابا غادي نهبط هاد الدوبلور غادي نطيحه، ندير هكا ونخدم عادي، نطلق الثوب بحال هكا ونقادو ما نجرو ما حتى حاجه، وكبروا لي بوين شويه على حساب الا خسرت لكم شي حاجه وبغيتو تفتقوا، على الاقل يتفتق دغيا وما يتثقبش لكم الثوب. كبروا شويه لي بوين من تخدموا هاد الدوبلور حيت كيتلوى واحد شويه. نشوف صافي جات مزيانه، دابا غادي ندوز لكم باش نلصق لكم ديالها. المونش غادي نمونطي لكم غير جهه وحده باش تشوفوها كيفاش جات صافي، والجهه الاخرى غتخدموا بنفس الطريقه. الكميمات اللي درت كيما قلت لكم هما هادو، كنقسم بحال هكا الكمام على جوج، شوف كيفاش جا كيجي زوين الصراحه. هذا جا مع كاع اللوينات جا زوين فيهم، كاين حتى الخضر ملاكي ديالهم، هانتوما كيفاش جا كيجي زوين الكرونه. المهم كيما قلت لكم غنقسم هذا على جوج ونحط هنا الكسف على الكسف ونخدم في المونتاج اللي نزير الماكينه واحد شويه.
المهم البنات هادو هما القنيطرات اللي قلت لكم كنخدم دابا في هاد العيد ان شاء الله، اولا ذكرى المولد النبوي ولا عيد الميلود كما كنقولوا حنا المغاربه. المهم دابا هذه هي الكولا اللي كنت قلت لكم غنوريكم كنخدم بها، هي هذه شنو السميه ولا شنو هذا الشيء ما عرفتش شنو هاد السميه، فيها سكتان. المهم هي هذه صوره هكا وديوها للمول العقيق وداكشي راه يعطيها لكم. المهم كنلصق كما قلت لكم بحال هكا في البدايه بالكولا، بحال هذه باقا ما لصقتهاش، كنثبتها عاد كنعاود بحال هكا بالبرا والخيط، كنعاود بحال هكا بالبرا والخيط كامله كنعاود عليها باش كتشد ليا مزيان بحال هكا كتجي. ودابا عندي هذا اللون الخضر حتى هو، حتى هو غنخدمو بنفس الطريقه ديال الاخر بحال هكا، كنحط هذه هنا وهذا. المهم هما هادو القنيطرات اللي طلعوا، هما هادو هاد اللوينات اللي صورت لكم دابا، اما انا راه خدمت فيهم اللوينات كاملين، وهذا الموديل هذا هو اللي خدمت عليه في هاد العيد هذا اولا في هاد المناسبه. هاد الموديل اللي خدمت فيه بزاف وكيطلع زوين، وبتحميرت الوجه كتلبسيها يعني قنيطره ديال المناسبات وديال الحضور وكل شيء مع هاد الاجواء اللي تنعيشوا، يعني كنحتاجوا غير هاد الموديلات بحال هكا في المناسبات اللي عندنا في الدار، ما بقيناش كنديروا عراسات كبار، غير اللمات العائليه وهكا في الدار اللي كنلبسوا هاد الشيء خفيف، وفي نفس الوقت كتكون فنه وزوينه. يعني مباشره كتكون عاطيه واحد البريونس كتبري كلها، وبالاخص هاد الثوب هذا اللي قلت لكم. وكاين هاد الموديل حتى هو خديت ديك الرشيمه وقسمتها على جوج، وبديت كنخدم موديل اخر. هاد الموديلات كما شفتوا ديك الطرزه ما حطيتهاش كامله، انا يعني قسمتها على النص، وليت كل رشمه كنخدم بها جوج غندورات على حساب اللي بغاتها كبيره كنخدم بحال هاد الصومو، واللي بغاتها بحال هكا حلوه صغيوره كنخدمها هذاك الشكل. وهذه في الكرونه كريستال، والاولي اللي وريتكم اللي خدمت بها الفيديو هذيك موبرا تراكس، وهذه موبرا كريستال اللي كتعطي اللوينات بحال هكا. المهم كلهم طلعوا غزالين غزالين كيحمقوا، غادي نخلي لكم النمره هنايا بالنسبه للي بغات تخيط اولا اللي بغات تشريهم طالعين اولا اللي بغات تاخذهم وتعاود فيهم البيع في المحل ديالها اولا هكا في الدار. المهم مرحبا بكم كاملين، وكنتمنى الموديلات ديالي يعجبوكم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه. وما تنساوش البنات كما قلت لكم دخلوا الانستغرام، راه غنخلي لكم في تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، دخلوا الانستغرام وتابوناو فيه غدا ان شاء الله اللي هو يوم السبت، غادي نحط لكم اول تصاميم ديالي ديال الجليلبات، موديلات زويونين في الصراحه وفي متناول، وحتى الاثمنه مناسبه يعني ماشي شي ثمن اللي غالي، اثمنه مناسبه جد جد مناسبه. المهم هاد الخضيره حتى هي شتوها كي جات، هذه رشمه مبدله خديت هذه، هذه عجبتني هاد الرشيمه، هذا الخضر خزي ولكن ما مغلوقش بحال اللي كيبان دابا في الصوره، مفتوح شويه عطى واحد البغيونس ديالو مفتوح. وكما شفتوا هذه كلها كتبري كلها بريو، حتى هي كتركب باليد ما كتركبش حتى بالماكينه نهائيا. كما قلت لكم كنعاون بالكولا ومن بعد كنثبتهم بالبرا والخيط باش ما تبقاش تلعب. وهذا الموديل غزيوال، هذا الصومو اللي خدمتها هكا حتى هي بالدونتيل، جات فنه وجات زوينه كما قلت لكم الموديل ديال العريسات. المهم هادو للتذكير فقط، وبالنسبه للبنات اللي كيشوفوا القناه اول مره كنعاود نحط لكم هكا مره باش يشوفوهم البنات الاخرين. الا بغيتوا الخياطه ديال هادشي كامل كنحطو لكم، اي موديل خدمته كنحط لكم طريقه الفصاله ديالو والخياطه، وعاد كنحط لكم حتى انا الا بغيتوا تشريو منهم طالعين ولا اللي بغات هكا تعاود فيهم البيع، مرحبا بكم كاملين البنات.